لعبة من أكتر الألعاب اللي أنا شخصياً كمحمود نعمان في حياتي كتيك ريفيور وكجيمر وكفان لعالم الكمبيوتر عشقتها جداً، حبيتها بكل المعاني. كنت بلعبها كتير على قناة وناس كتير اتفرجت عليها، ومش لعبة وبس، دي هتعلمك عالم تجميع الكمبيوتر وعالم صيانة الكمبيوتر، وفعلاً هتكون عندك احترافية تامة في إصلاح مشاكل الكمبيوتر وتجميعه. تابعوا معانا فيديو النهاردة عشان نعرف معانا لعبة ايه مجاناً من منصة إيبك. يلا بينا. اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة This is محمود نعمان، وفي الفيديو ده من سلسلة اروع الالعاب الاوريجينال الاوفيشال، وما تزعلوش المرة دي المجانية عشان الفيديو اللي فات على طول ما كانتش مجانية. ما علينا، لعبة النهاردة من منصة ايبك هي لعبة بكل المعاني هتحببك في عالم الكمبيوتر، عالم الهيلب ديسك، عالم تجميع اجهزة الكمبيوتر، عالم صيانة الكمبيوتر، ومن الاخر هتكون اي تي بمعنى الكلمة، بتعرفك ايه هي قطع المتوافقة مع بعض عشان تقدر تجمع جهاز كمبيوتر محترف، سواء جهاز جيمينج او جهاز بيزك او جهاز للبيزنس والورك ستيشن. لعبة النهاردة هي لعبة اصلا مفروض ان هي من العاب عالم المحاكاة والسيميوليشن، وانا واحد من الناس حبيت اللعبة دي، وعندي بلاي ليست على قناة بالمناسبة تقدروا تشوفوها من علامة الاي اللي هتطلع فوق. لعبة النهاردة من الاخر كده، لو انت من محبي الكمبيوتر فاللعبة دي هتكون مناسبة ليك، لعبة بي سي بيلدينج سيميوليتر او محاكي تجميع وصيانة اجهزة الكمبيوتر والحاسب الالي. كفاية يا رغي، ويلا بينا نروح ونشوف هناخدها ازاي فور فري من منصة ايبك. طبعا كالعادة هنفتح منصة ايبك زي ما احنا شايفين، وهتكون اوريدي انت واقف على خانة ستور اللي قدامنا، وهتنزل شوية لتحت لحد لما تلاقي جزئية الفري جيمز، هندخل عليها فيو مور بالشكل دوت، وزي ما احنا شايفين معانا لعبة النهاردة بي سي بيلدينج سيميوليتر، هندوس عليها هيدخلني دايركتلي على البيج الخاصة باللعبة جوه طبعا ايبك جيمز. مفروض ان دي البيس جيم، سعرها زي ما احنا شايفين 9 دولار، ومفروض عليها خصم 100% يعني فري، والعرض ده ينتهي 14 اكتوبر 2021 الساعة 5، طبعا بتكلم عن توقيت مدينة القاهرة، كل واحد بيظهر له توقيته. مفروض الديفلوبر بتاع اللعبة زي ما احنا شايفين تقريبا اسمه ذا ايريجولر كوربوريشن، وهو هو الببلشر، واللعبة دي كانت نازلة 29 يناير 2019. بالمناسبة اللعبة كل فترة بينزل لها ابديت، وللأسف البلاتفورم ويندوز بس، بالنسبة لأجهزة الماك أو مستخدمين أجهزة الأبل مالهمش حظ معانا في اللعبة ديت. لو نزلنا شوية هنلاقي زي ما احنا شايفين ديسكريبشن عن اللعبة، شوية انفورميشن، طبعا زي ما قلت اللعبة سيميوليشن واندي جيم، ومفروض ان هي سينجل بلاير بس. طبعا عايز تعرف تفاصيل اكتر، مفروض هتلاقي زي ما قلت البلاي ليست بتاعتها موجودة عندنا على القناة، يستحسن تتفرج قبل لما تحمل اللعبة. ده باقي الديسكريبشن بتاع اللعبة. مفروض اللعبة ان هي سبونسرد باي طبعا كل البراندس اللي احنا شايفينها قدامنا، طبعا كل واحد جيمر فاهم ايه البراندس اللي قدامنا ديت. وده باقي الديسكريبشن عن اللعبة، وفي عندك هنا الافيلبل اتشيفمنتس داخل اللعبة، وعندك لغاية 52 اتشيفمنتس متاحة داخل اللعبة تقدروا تدوسوا عليها وتشوفوها. طيب في عندي هنا ادونز، مفروض ان هي ورك شوبس، يعني عندك حاجه اسمها الورك شوبس ميجا باك سعرها 16 دولار، اغلى من اللعبه نفسها. وعندي ادون تانية وهي اسمها الفريكتل ديزاين ورك شوب، مفروض سعرها 3 دولار. وعندي برضو مفروض الادون اللي اسمها ايفيجا ورك شوب، مفروض سعرها 3 دولار. عايزين نشوف كده مع بعض باقي الادونز، هنلاقي ادونز كتيره، هل في حاجه منهم فري؟ زي ما انتم شايفين كله مدفوع بالشكل اللي قدامنا، مفيش ولا واحده منهم فري. ما علينا، هنرجع باك تاني، وللاسف الكلب الجميل بتاعنا اللي كل مره مشاركني في كل فيديوهاتي موجود معانا الحمد لله. هننزل هيجيب لي الجنونه. اخر حاجه طبعا عندي هنا السبيكس بتاعه اللعبه، هنا المينيمم وهنا ريكومندد، تقدروا توقفوا الفيديو وتشوفوا السبيكس عشان تعرفوا، عشان ما حدش يجي يسالني عن حاجه انا اتكلمت عنها اوريدي في
الفيديو. ولكن نلاحظ مع بعض ان محتاجين مساحة 30 جيجا available space. انا اعتقد ان اللعبة هي اوريدي على ستيم وانا كنت اخدها او جيالي على ستيم، تقريبا مساحتها اقل من كده، فاتوقع واتمنى ان تكون اللعبة هنا فيها فيتشرز او فانكشنز اكتر من ستيم. دلوقتي هنروح ونشوف ازاي نحصل على اللعبة فور فري، ولكن طبعا قبل ما نكمل الفيديو اتمنى مشاركته عشان الكل يستفيد. اتمنى نوصل ل 200 لايك، والناس اللي بتشوفنا لاول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد. هندوس كالعادة على جت بالشكل دوت، ومفروض ان هو دلوقتي هياخدني على الاوردر بيج بتاعة اللعبة، وطبعا هيقول لي زي ما احنا شايفين loading your order. مفروض ان هو بيبدأ يعرض عليك سامري كده للاوردر وبيقول لك ان هي $9 ولكن انت مش هتدفع حاجة. هتعلم هنا، ودي حاجة اوبشنال او اختيارية عشان تحصل على اخر الابديتس من الديفولوبر دوت او الببليشر بتاع اللعبة، وهتعمل بليس اوردر بالشكل دوت. ومفروض ان دلوقتي خلاص هيقول لك ثانك يو وهيشكرك زي ما شفنا، وبيقول لك ان في ايميل زي ما تعودنا وحفظنا كل مره، مش لازم اكرر، هيجي لك على كونفيرميشن انك اخدت اللعبه. ومفروض هنا بيقول لي انها ريدي تو انستول وكمان نزلت في اللايبراري. طب تعالوا نروح قبل ما ننهي الفيديو على اللايبراري ونبحث عن اللعبه. لو عملنا سيرش بي سي بيلدينج من غير ما اكتب اسم اللعبه كامل قدامنا اهوت، طبعا اللعبه موجوده عندنا. تعالوا نشوف عشان محبين اللعبه وبس مش اكتر، اللعبه هتاخد من الباقه بتاعه الانترنت او الداونلود قد ايه، لان هي مساحتها بعد التثبيت 30 جيجا. هندوس بالشكل ده كده عليها، ومفروض بيقول لي اختار مساحة او سوري مكان الفولدر بتاع اللعبة والباس او الدايركتري بتاع اللعبة، وهنا هتعلم عشان يجي لك الاوتو ابديت وكرييت شورت كات على سطح المكتب. هتعمل انستول بالشكل دوت، ومفروض تعالوا نبص كده على الداونلودز هتاخد قد ايه. هتاخد بس 5 جيجا 580 ميجا. طبعا انا مفروض هحملها عشان اشوف في فرق بينها وبين بتاعه ستيم ولا لا. وبالمناسبه لو حابين اننا نرجع ونكمل اللعبه يا ريت تعرفوني في الكومنتس. وبس كده نكون وضحنا مجانيه النهارده من منصه ايبك. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى المشاركه عشان الكل يعرف ويستفيد. اتمنى نوصل ل 200 لايك، والناس اللي بتشوفنا لاول مره ما تنسوش الاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات عشان تشوفوا كل جديد. واشوفكم على خير في مزيد من الفيديوز والمجانيات. سلام.